مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. الوحيده اللي كان نفسي ما تسمعيش كلامي فيها. انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش الراجل كنت انا في بيته ده مين،
وبعدين بنته اللي هي أختي قلبي بيتقطع عليها أول ما فكر مستقبلها هيبقى عامل إزاي. سيد ابن حلال، بس كل ما بتيجي سيرة رحيم بيتقلب واحد تاني خالص. عايزك تتابع القضية دي، وأكيد رحيم ليه علاقة بيها. ما بتفكرش تروح مصحة؟ مشكلة إنه الجمارك مفتحة عينها قوي الأيام دي يا كمال بيه. لو عايزة تدخليه ما تدخليه، هو رحيم ده عيل يا باشا، وبعدين ما ينفعش يشك فيا. تتابع مين يا بنت؟ الحاجة هدايا. أنا مش فاهمة إزاي واحد في سنك لحد دلوقتي مش قادر ياخد قرار بنفسه. شوف التوكة بقى الحلوة دي عايزة. طب ما تيجي ونشوف مين فينا اللي توكة. هو مش حضرتك ست متجوزة برضه؟ كنت متجوزة يا رحيم، واتطلقت أول ما عرفت إن أنت خرجت. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ الحاجة هدايا، ده المركب نورت. نورت بس حبها، وحشتني يا رحيم. ها ايه رأيك بقى يا سيد بيه؟ زي الصور اللي بعتها لك بالظبط، كاملة مكملة من كل حاجة. خلاص بقى يا وليد انزل من على ودني، انا اشتريت، اتكل على الله. امرك يا سيد بيه. ارحاب. ايوه يا سيد، انت فين؟ ما بتردش على تليفوناتي من امبارح ليه بس؟ عايزين ارد اقول يا ارحاب، ما كل حاجه خلصت خلاص. يا سيد استهدى بالله، ده مهما كان القصر قصرك برضو. ارحاب، الكلام ده ما منوش فايده. القصر ده قصر رحيم السيوفي، وانا رجليا عمرها ما اتخطت القصر ده طول ما رحيم عايش. طب وانا يا سيد والعيال؟ ايه خلاص مش عايز تشوفنا تاني ابدا يعني؟ ليه بتقولي كده؟ انا جبت شقه جديده يا بنت. هات العيال وتعالي عيشي معايا. الست الاصيله تروح تعيش مع جوزها. يا سيد ما احنا طول عمرنا عايشين في القصر مع بعض مع رحيم، ايه اللي حصل يعني؟ وبعدين يعني رحيم هيعمل لك ايه؟ ما انتوا هتقعدوا وتتكلموا وتتعاتبوا زي ما بيحصل في اي عيله. نتعاتب؟ نتعاتب ايه يا وليه يا هبله انت؟ الله، ده زي ما تكون ما كنتيش عايشه معايا. اقفلي يا رحاب. اقفلي، انا غلطان رديت عليكي من اصله. سيد يا سيد، استغفر الله العظيم يا رب. وحشتني يا رحيم. لو كنت وحشك بصحيح كنت سألت علي، وما تقوليش انك ما كنتيش عارفة اني خرجت. لا كنت عارفة، وعجبتني قوي الطريقة اللي انت رجعت بيها اخوك. بالمناسبة هدية خروجي اتأخرت قوي. ما هو مش معقول اجيب لك عربية باتنين مليون جنيه وانت قاعد في الشقة مش عارف تدفع ايجار. طول عمري وانا بموت في صراحتك. ما انا ما عنديش حاجة اخاف منها، وبعدين قلت ادي لك فرصة ترتب فيها اوراقك. عاوزاني في شغل طبعا. هو احنا في ايه بينا غير الشغل؟ بس الكلام ده بقى كان زمان. وبعدين انت جاي تتكلمي معايا كاننا كنا لسه مع بعض امبارح. مش يمكن اقول لك ان انا مش عايز اشتغل والهديه بتاعتك تبقى راحت على الفاضي؟ انت من مصلحتك انك انت ترجع الشغل. صحيح انت رجعت المركب والقصر، بس لسه واقف على ارض من ازاز. تبقى اسفلت امتى؟ لما الدنيا كلها تعرف انك رجعت تشتغل معايا، وانك انت تعرف تجيب اللي انا مش عارفة ارجعه. طب ممكن بقى نكمل كلامنا واحنا بناكل سوا؟ ينفع. ايه ما حصلت يا فندم؟ وكان لازم ابلغ سيادتك. حاجتي ايه يا خالد؟ كنت مع سيادة العميد احمد وجاله تليفون من اغرب شخص ممكن يكلمه. من رحيم. ما تعرفش اتكلموا فيه؟ حاولت اقف اسمع المكالمه بس هو قال لي اتفضل. خفت لو لاحظ حاجه اتحركت. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ ما اعرفش فين، بس هو في حاجه غريبه تانية حصلت. تاني يوم على طول ظهرت براء الداليا، واللي كان متابع الموضوع ده هو سيادة العميد شخصيا. تقصد تقول يعني ان رحيم كلمه قالوا دليل براءة داليا وان هما الاتنين اتفقوا سوا؟ هو انا ما اقدرش اقول كده يا فندم، بس هي ملهاش تفسير تاني. هو رحيم فعلا ممكن يفكر التفكير ده عشان يثبت براءة داليا.
خصوصا بعد اللي حصل لها في الحجز ومحاولة قتلها. بس انا مستغرب له احمد ازاي ما قلوش على حاجة مهمة زي دي. هو ده يا فندم اللي قلقني، خصوصا ان انا طلبت ان انا اروح معاه وهو رفض. اسمع، انا عاوزك تراقب تليفونات احمد كويس جدا، اي حاجة جديدة تبلغني بيها فورا. سامع؟ اوامر معاليك. ما لسه بدري، ما بتردش على التليفون ليه يا هشام؟ ايه الصوت ده؟ احنا الصبح، الصوت بيبقى واطي. احنا الصبح، احنا بقينا يا حبيبي الظهر. وبعدين اقول تليفونه فصل، ما عندكش بقى يا حبيبي رقمي كده تكلمني بدل ما الكلبه اللي مستنياك في البيت دي؟ ما بحفظش ارقام. كلم ابوك، كلم رحيم، اي حد فينا، المهم اطمنا عليك. سقطت يا بسمة، أصل حوارات المركب كتير، بقعد بقى أتكلم مع ده وألغي في دي، قصدي ألغي في ده، ولازم أطمن على كل حاجة في المركب قبل ما أروح. أنت عينك الحمرا دي هشام من شغل المركب يعني والسهر وكده صح؟ ولا في حاجة تانية؟ فكك مني يا بسمة، أنا عايز أطلع أنام. وأوعي، أوعي تصحيني إلا بعد المغرب. ماشي يا هشام، هتلف يا حبيبي وترجع لي تاني، بس انا هعمل مصدقك المره دي. براحتك. ما طبعا براحتي، امال براحت امك. خش سينما بالليل؟ ماشي، جوني ديب نزل فيلم جديد. ايه بقى؟ ايه؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا ايه؟ تعدي كده من غير ما بتسلمي. في ايه؟ معلش، ما خدتش بالي. اوعدك المره الجايه بعوضها لك. اه والنبي لحسن، انا بتاثر قوي من الحاجات دي. تعالى يا حبيبي اتاثر هنا. ماله ده؟ في ايه تشملك؟ الموضوع مش مستاهل يعني. خلاص يا عم يلا ادل. ما انت عينك فنجلت دلوقتي كده وفتحت، مش كنت طالع تنام بقالك ساعه؟ طالع يا اختي طالع. ازيك يا حلمي؟ بقى رحيم. عملت ايه مع هداية؟ عايزين نرجع نشتغل معاها تاني. في السلاح برضو؟ الحكومة شمت خبر وصفة العيال المهربين بتوعها في الصحر. وعايزانا بقى نرجع الحاجة من الحرز ولا ايه؟ البضاعة اختفت، محدش عارف يعطر فيها. دي مش عايزانا احنا بقى، ده عايزة حاوي. بتقول العربية اختفت هي والبضاعة وسط الصحراء، محدش عارف راحت فين. عسوا عليها كتير ليكون حد اتصرف في البضاعة ولا الهوى. امال هي بعتت لي عربيه جيب هديه ليه؟ ايوه ايوه ايوه، عشان البضاعه تاهت في الصحراء وليا ايه؟ مخططه لكل حاجه. انا بقى بحب اشتغل مع الوليه دي، شغلها دايما في المضمون. مضمون ايه يا عم؟ ما اجلت منها ايه؟ المهم انت قلت لها ايه؟ هندخلها سلاح؟ مش لما الليل الاول؟ ادخل. عظمته عظمته يا كبير، منور نهر النيل. عليا النعمة، النيل منسوبه وقالي من ساعة ما رجعت له يا عم. هو انت كل ما تشوفني تعمل لك شبورة يا شبورة؟ يا عم سيب الراجل يعبر عن فيضانه. ده أقل حاجة ممكن أعملها لك عظمته. بحبك يا عم رحيم، بحبك. أيوة بس يا شبورة الحب ده بدأ يخنقني. أنا كنت عايزك في حوار كده يا شبورة. حوار هداية؟ هداية إيه؟ وده حمل هداية ده. خليك معايا بس ركز معايا. عايزك تقسلي على اتنين وتجيب لي اخبارهم زي ما عملت كده في موضوع عزت منصور. هبعت لك اساميهم في رساله على الموبايل، بس بقول لك ايه، عايزك تعمل كده من غير ما حد يحس بيك. امان؟ امان الامان. تأمرني بحاجه تاني؟ لا اسحب انت. مسيلي على حالك. سلام عليكم. سلام يا عم حلمي. مين دول اللي انت عايز تعس عليهم؟ دول اتنين كده كانوا بيشتغلوا مع عزت. ما تشغلش بالك انت، خلينا في حوار هدايا. هتسافر معايا؟ ودي عايزه سؤال؟ اكيد طبعا. يا سامي ده عايز ايه ده؟ طيب هعدي عليك بالليل. كان عايزك في ايه بقى سنيله ده؟ بيقول لي جمال اخو امينه كان عايز يقابلني، مش عارف ليه. امينه تاني يا رحيم؟ هو احنا مش كنا خلصنا خلاص من سيره الزفته دي؟
يا سيدي خلينا نشوف. بالليل انا بفهم كل حاجه. فضل. خير يا ريس؟ كنت عاوزني. بص يا خالد، عندي فكره كده عايزك تمشي وراها. اوامر ما عليك. عايزك تجمع لي كل مديرين وموظفين البنوك اللي اتحقق معاهم بعد 25 يناير في قضية تهريب أو غسيل أموال. اتحبسوا، خدوا براءة، اترفدوا. اعمل لي حصر بكل أساميهم. طيب دي سهلة جدا يا فندم، يعني تقريبا كل الملفات دي جاهزة. حلو. تجيب لي كل واحد بقى اسمه أو اسم أبوه أو حتى لو كان اسمه جد وعزت تجيبه عندي. آه، تقصد سيادتك حد منهم يعني اللي يكون كلم أمينة مش كده؟ بس برضه اللي أنا عارفه من سيادتك يعني إن رحيم عمره في حياته ما شغل حد من رجالته في موضوع غسيل الأموال ده. حتى حلمي العجاتي اللي هو صاحب عمره ما يعرفش أي حاجة عن الشغلانة دي. هدينا من ضبش يا خالد. يمكن تفتح معانا سكة جديدة، تحللنا قتل أمينة، أو تساعدنا في قضية تهريب الأموال اللي احنا شغالين فيها. والله يا فندم عندك حق برضه. هو هيبقى خيط يعني نمشي وراه. حاجة تانية يا ريس؟ عايزك تجمع لي المعلومات دي بأقصى سرعة. وتكون عندي بكرة بالكتير. تمام يا فندم. بعد إذن حضرتك. اتفضل يا باشا. رحيم بيه. في واحد بيسأل على سعادتك بره اسمه كمال الدباغ. خليه يدخل. تمام يا ريس. ألف مليون حمد لله على سلامتك يا رحيم بيه. يا أهلا يا كمال. أخبارك إيه وأخبار ضاحي إيه؟ كلنا في نعمة يا باشا. بس زعلانين شوية. خير؟ خير. هحكي لك وأنا عارف إن أنت مش هيخلصك الكلام ده. احكي. ولا بعد الايام يا اتش. لسه الاوضه الحقيقيه اهي اهي. هو ده الكلام يا ابن اللعيبه؟ حته ضربان من مبطه بس. ايه بقول لك ايه، ما نيجي نحطها في الحمام. تعبيط ياض، انا اقعد في اي حته واضرب هنا. هشام بقول لك ايه، تعال نخش كده مش عايزين نعمل مشاكل. يا كوكو يلا يا اخويا. ايه اللي جابك هنا يا بت؟ جاي اشوف البيه المحترم بيعمل ايه. مين ده اتش؟ ولا اوتو عايزه ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا هشام؟ ولا اللي في ده اوستخ عمره ما هيبطله. تعالي معايا. اوعى. تعالي. ودفعت لها الفلوس؟ كلها. ما انت عارف امينه ما بتشتغلش الا ما تاخد حقها كامل. والبضاعه فين دلوقتي؟ داخله في شهر في المينا. وقعدتها في المينا دي جابتني عشجنت رحيم بيه. تمام. أنا هخلصها لك. بجد والله رحيم بيه؟ هو ده عشمي. وحياة ولادي، أول ما صرفها في السوق هجيب لك فلوسك لحد هنا. أنا هخلصها لك من غير ما آخد منك ولا مليم. ولا مليم؟ بجد والله؟ بس يعني ده كتير عليا رحيم بيه. وكمان ده يعني ده حقك. حقي هاخده منك نسبة. نسبة؟ يعني إيه نسبة؟ هدخل معاك شريك في شركتك. بعشرين في المية، وأي شحنة هتجيبها هتخلص على إيدي. 20%؟ كتير قوي رحيم بيه. احسب خسارتك دلوقتي، هتلاقي نفسك كسبان معايا. بضاعتك وهتترمي في البحر، ومحدش هيرضى يدخلك بضاعة تاني يعني بعد كده. أنت ملطوط بقى. اللي تشوفه رحيم بيه. محتاج نمضي عقود عشان نخرج الشحنة ولا؟ أنا كلمتي عد. المحاسب بتاعي يجي لك آخر كل سنة يبص في الحسابات عندك ويقول لك محتاجين منك قد كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كده بقى احنا بقينا شركاء رسمي، وطول ما احنا شركاء هنفضل حبايب. أريني كده بقى. مش فاضل غير انك تجيب لي علبة زي العلب اللي محجوزة في المينا. بكرة الصبح تبقى عندك رحيم بيه. حلو. أول ما تسلمني العلبة
عد 48 ساعة وبضاعتك تبقى عندك. 48 ساعة؟ ده أمينة قالت لي شهر، وسيد قال لي أنا أمينة الله يرحمها، وسيد ملوش في البطيخ أصلاً. هو أنت عايز بضاعتك توصل لك ولا إيه؟ أمينة رحيم بي. طب نقرا الفاتحة بقى و... ونلبس دبل؟ لا لا لا، بلاش حكاية الدبل دي، نقرا الفاتحة بس. نفسك او تفتكري مثلا ان انت مراتي بجد، او قعدتك في القصر تخليكي تفتكري انك حاجه. لا يا ماما فوقي، ده انا جايبك من الشارع. لا يا حبيبي، انا مراتك غصب عنك، وانت لو شايبت من الشارع فانا لما عرفتك كنت صايع وضايع وشمام وما راكش غير الشم. ولا نسيت؟ لا نسيت ايه، ده انت لسه على وضعك شمام. طب غوري يا بنت. ايه غوري؟ بدل ورحمه امي ده اكون جايبك هنا نصين. لا خف، خوفتني. لا يا حبيبي ما تقدرش تعمل لي حاجه، وانت عارف كويس انا اقدر اعمل ايه. اثر بدل ما تتحصر. انت بتضربني؟ طب انا يا هشام هوريك هعمل فيك ايه، وحياه ابنك وانت شايفني تاني. الله 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 الله، قوم كده يا عم هشام وروق. في ايه؟ ما تخلاش ترسكه تصطفى. اهلا اهلا رحيم بيه. الاستاذ عارفه، خليك اهل. الاستاذ جمال اخو المرحومه. البقاء لله، الله يرحمها، كانت عزيزه علينا كلنا، كانت ست طيبه قوي. الله يرحمها ويغفر لها. أنا طلبت من الأستاذ جمال إننا نعمل إجراءات إعلام الوراثة لأمينة الله يرحمها، وبعد ما عملنا كل الإجراءات وبصفته هو وإخواته الورثة الشرعيين قرر إنه يشوفك عشان عاوز يقول لك حاجة مهمة. شوف يا رحيم بيه، أنا عارف علاقتك بأمينة كان شكلها إيه قبل السجن وحتى بعد السجن. مخلص يا بيبي، أنا كان نفسي أقول لها حلال عليك، بس ما ينفعش أقولها ليها حلال. زي الجتة اللي ما يوسع عليها الرحمة كده. أنا مش هاخد من الفلوس دي غير نصيبي وبس. الفلوس اللي خدتها مني المرحومة، الباقي ليكم. ما ينفعش يا رحيم بيه، الفلوس دي جدورها منتنة، السوس واكلها. احنا مش هنعرف نزرعها ولا نرويها ولا نخليها تطرح حاجة. الفلوس دي مش هتطرح فلوس إلا معاك انت رحيم بيه. طيب أي خدمة تاني منا سامي بيه؟ لا تمام كده، كده زي الفل. بعد إذنكم. على فكرة رحيم بيه، أمينة كانت بتحبك أوي، وأنت الوحيد اللي كنت بكلمة منك تقدر تخليها تسيب السكة اللي هي كانت ماشية فيها. بس أنت طمعتها، طمعتها في سكتك ودنيتك، الفلوس اللي متلتلها. لما خليت بيها كانش قدامها غير إنها تكمل في السكة دي لحد ما ماتت. خسارة، كلمة واحدة منك كانت هتفرق، بس انت ما قلتهاش. الجدع ده باين عليه مجنون.
علشان اداني الفلوس؟ انا مش فاهم ازاي واحد يتنزل عن ثروه كبيره بالشكل ده لواحد تاني عشان الكلمتين دول. انا فاهم هو ليه عمل كده. طب فهمني. صعب يا سامي، انت بالذات صعب قوي تفهم حاجه زي كده. قومي البسي بقى انت يا استاذه رنيم عشان نلحق اليوم من اوله. حاضر. ربنا يخليكم لبعض. منورانا يا دكتوره والله. ده احنا قلنا خلاص ما عدناش نشوف وشك تاني، بس هنعمل ايه بقى؟ طلع فيك الخير. عموما انا جاي علشان خاطر رنيم وعشان اشكركم على اللي انتوا عملتوه معايا. اه طبعا يا اختي، امال احنا اهل. الله اخبار رحيم ايه؟ كويس والله. الراجل ده عمل معاك اللي ما يعمل، واحد غيره كان زمانه دلوقتي سايبك مرميه في السجن ولا حد بص في وشك. ما تقومي تساعدي رنيم في اللبس. جرى يا راجل في ايه؟ ما انت عارف بنتك ما بتحبش حد يساعدها، عامله لنا فيها واحده كبيره. انا قرف بابا، ده علشان مصاريف ودروس رنيم. هي كويسه بس محتاجه اللي يساعدها. اه طبعا طالعه على امها حلوه. انا جهزت. يلا بينا حبيبتي. يلا اسمعي كلام اختك يا بنت يا رنيم. حاضر. تعالي يلا. داليا مالك؟ شكلك مش عاجبني. مفيش يا بابا، بفكر في كل اللي حصل. اللي حصل ده ممكن يكون خير، على الأقل خلاك عرفت أختك الصغيرة. ما تفكريش في اللي فات يا بنتي، وخليكي دايما بص على اللي جاي. خلي بالك من أختك. حاضر. يلا يا دكتورة رنيم. يلا يا دكتورة داليا. يلا حبيبتي. مع السلامة. أنا جهزت العربية عشان طلعت السلوم. تمام. مالك رحيم؟ شكلك مش عاجبني. على عبوده. حلم بيه. ازيك يا حلم؟ ازيك يا هلا. تعالى عبوده. ازيك عبوده؟ اقعد. بص رحيم، دي عينه من البضاعه الموجوده في الجمارك. افتح. ودي اختها؟ اه تبقى الاصل هي، بس بدل البروتين حطينا كاكاو على دي افلت، ولا حد هيعرف يفرقهم من بعض غير لو اتحللت. تمام. قول لي عملتوا كام علبه؟
لا احنا عملنا دي بس، لو انتوا تمام هنعمل قد الكميه اللي موجوده في المينا بالظبط وهنخلصها النهارده كمان. طب قول لي الحكايه دي هتبقى فرنج ايد كام؟ يعني 50-60 باكو كده يعني. خلاص خلي الرجاله تشتغل. امين. عبوده عمر يا كبير، لو عاوزت رجاله زياده خد فلوس من هشام، بس خلي بالك المشوار ده مش عايز فيه ولا غلطه، فاهم؟ عيل يا كبير رقبتي. فاهم عبوده؟ خلاص عيب. ماشي. يلا عبوده. بقول له رحيم هنتحرك امتى؟ أحمد بيه، عندي ليك أخبار حلوة قوي. ألمانيا؟ ألمانية إيه بس؟ في ألمانيا حلاوة بالمنظر ده؟ ده كفاية الناس. بص هو مفيش زي كده يعني بالظبط، بس في حاجات تانية حلوة برضو. أنت اللي حلوة. يلا يا بكاش. بقول لك إيه؟ أنت عارفة الجامع ده عمره قد إيه؟ حوالي 1000 سنة. تعالى انت بس معايا هناك وانا اوريك مباني عمرها 1000 سنه واكتر كمان. البلد مش مباني يا فروح. اكيد طبعا، بس انت لو بتدور على ناس تصاحبهم تتعلم منهم، مفيش زي الالمان اللي بلدهم نسفتها ناس في الحرب العالميه الثانيه، ومش بس قدروا ان هم يبنوها من اول وجديد، لا دي بقت من اهم دول العالم. هو انت بتكرهي مصر؟ مفيش حد بيكره بلده يا زياد، انا بس ما بحبش هنا شويه حاجات، يعني سلوكيات، الظروف، تقدر تقول كمان شوية ناس. رحيم السيوفي مثلا؟ أنا ماليش دعوة برحيم، ده من أساسه، كل علاقتي بيه إنه هو خلقه بس. أمال أنا ليه شايف غير كده؟ زياد مش كل ما تشوفني تقول لي الكلمتين دول، أرجوك بليز كفاية. خلاص أنا آسف، أنا بهزر معاكي، ما تعصبيش كده. المهم قلت لحاب على موضوع السفر؟ أنا من ساعة ما رجعت القصر وانا ورحاب ما بنتكلمش. ليه؟ انت مش قايل ان انتوا قريبين من بعض؟ ده حتى اليوم اللي قابلتني فيه انت ورحيم توقعت هي اللي تبقى موجوده معاك مش رحيم. من ساعه المشكله اللي حصلت ما بيني وما بين سيد وانا بصراحه نفسي مسدوده، مش قادره اكلمها. وهي ذنبها ايه؟ ذنبها ايه يا فرح؟ ذنبها ان هي طول الوقت محسساني ان هي مكسوره وضعيفه وملهاش ظهر، طول الوقت محسساني ان هو نقطه ضعفها اللي من غيرها حياتها عمرها ما هتكمل، عماله تدافع عنه ليل نهار، ودي حاجة بصراحة بتستفزني جدا. مش عارف ازاي هي ناسية ان هي اخت رحيم. مش يمكن اللي هي فيه ده بسبب انها اخت رحيم؟ تقصدي ايه؟ قصدي انك ما تبصش على رحيم يا زياد. بص على الناس اللي عايشة حواليه. شوف ظروفهم عاملة ازاي وانت هتعرف ليه انا قلت لك تيجي تسافر معايا. ما تشيل يا ابني الاطباق اللي على الترابيزة دي. وانت غير المفرش ده. رحيم وحشتيني، تعال. اللي انت شايفه. الصور دي جاتلك ازاي؟ هو ده المهم اللي عندك؟ لا دالي، انت عارفة انك اهم حاجة عندي. تعالي اقعد عشان افهمك. تفهمني ايه؟ انك كنت على علاقة بأمينة؟ انا ما خبيتش عليك حاجة من يوم عرفنا بعض. بس خبيت عليا انك رحت لها الفيلا اول ما خرجت من السجن. أمينة هي اللي جت لحد عندي وطلبت مني أروح معاها. وأنت ما عرفتش تمسك نفسك، قمت رايح لها على طول. أمينة طلبت مني إني أتجوزها
وانا رفضت، مع انك في الوقت ده كنت مخطوبه لعماد. انا رفضت امينه وانا عارف انك مع واحده غيري. عارفه ليه؟ لان انا ما اقدرش اعيش مع واحده تانيه غيرك. انت قصدك ان انت احسن مني عشان انا وافقت على عماد وانت في السجن؟ انا ما قصدتش كده. انت ما تعرفش حصل لي ايه وانت في السجن، ما تعرفش انا اتبهدلت ازاي. اسمي بقى على كل لسان علشان كنت مخطوبه لك، وكل اللي اعرفهم باعوني، والوحيد اللي وقف جنبي كان عماد. انا مش محتاج اسمع منك اي مبررات، لان انا مش بتهمك بحاجه، وانا عارف انت عملتي كده ليه. بس انا ما عملتش حاجه غلط. ممكن تهدى داليا، الموضوع مش مستاهل. الترابيزة اتقلبت عليا دلوقتي، وبقيت انا اللي بدافع عن نفسي قصادك. داليا من فضلك اهدي، بقولك انا ما اتهمتكيش بحاجه. كفايه يا رحيم كفايه، انا اللي غلطانه، ما كانش المفروض ازعل من صور زي دي. عن اذنك داليا. داليا استني. ها يا ريم. يلا يا حبيبتي انا خلصت، قابليني هناك. باي. في ايه؟ ايه ده زيزو، هو مفيش غيرك في الجامعه ولا ايه؟ والله الواضح ان مفيش غيرك انت اللي في الجامعه. لا اتكلم باسلوب احسن من كده يا زيزو. هو ده الاسلوب يا حبيبي؟ ولد احترم نفسك. في حوار يا عمرو ولا ايه؟ زيزو غلط فيا، طب ده ينفع؟ مين ده اللي يقدر يغلط فيك وانا موجود؟ مالك يا شبح؟ نفسك في حاجه؟ نزل ايدك يا حبيبي. زياد. سلام يا شبح. زياد ليه كده يا عمرو؟ ليه يا اخي؟ هوديك في 60 داهيه يا عمرو. زياد انت كويس؟ انت كويس زياد؟